ونواصل معكم وإلى الملف الرياضي مع زميل محمد فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. معنا محمد فضل الله عبر الهاتف لمزيد من التوضيح وليحدثنا عن الراهن الرياضي في البلاد. كما تابعنا مجموعة من المباريات، الهلال في الصدارة وأيضا المريخ بمباراة اليوم يسعى للحفاظ على الصدارة. محمد فضل الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تحية لك صفية وتحية للسيد لقناة النيل الأزرق وزملاء الأعزاء فريق العمل، وتحية للزميل المغربي. ماذا يوجد اليوم؟ أنا ذكرت بعض العناوين، الهلال في الصدارة وأيضا المريخ يستعد للصدارة بمباراته القادمة، وضح لنا الجانب ده. صحيح، يمكن الدوري الممتاز هم الان الفريقين القمه، الهلال والمريخ بيتسابقوا على صداره الدوري. طبعا كنا عارفين ان الهلال بالامس يمكن حقق الفوز على الخرطوم الوطني بهدفين دون مقابل، والوضعيه دي طبعا جعلته في صداره المنافسه، يعني منافسه الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة بفارق يعني نقطتين من فريق المريخ اللي هو، لكن الهلال متفوق عليه بمباراة، المريخ لاعب الليلة مع أهلي شندي، فبالتالي إذا حقق الفوز يعود لصدارة المنافسة ويبقى السباق محموم بين الفرقتين في التنافس الكبير اللي بيناتهم. برضو بقية نتائج الدوري الممتاز، الهلال الأبيض فاز 2-1 برضو على الهلال الفاشل، والحي الوادي نيالة فاز 2-0 على سوسي الخرطوم، والشرطة الجبارف فاز 2-0 على الأهلي الخرطومي، والأمل عبرت مع مريخ الفاشل. الوضعية دي زي ما ذكرنا خلت يمكن فريق الهلال متصدر المنافسة 46 نقطة، المريخ 44 نقطة، حي الوادي نيالة 35، والخرطوم الوطني برضو 35 نقطة، الاهلي مروي ب 31 نقطة، وهلال الساحل وهلال الابيض عملوا 29 نقطة، حي العرب برسلان 29 نقطة، وكذلك بعد ذاك الامل عبر 28، بعد ذاك بقية الفرق من 22 نقطة، واللي تحت يعني زي هلال الفاشل عامل 22 نقطة، فريق بعيد بينه وبين صاحب المركز التاسع الامل اللي هو الامل عنده 28 نقطة. برضو يمكن المنافسة حتستمر اليوم بعدد من المباريات القوية في الدوري الممتاز، على رأسها زي ما ذكرنا المريخ والأهلي الشندي، وأهلي مرو برضو حيكون لاعب مع هلال كادوغلو، وحي العرب برصدان وهلال الساحل، دي قمة برصدان حتكون اليوم. يعني بقية المباريات طبعا الناس كلها بتترقب بعد ده نهائي كوبا أمريكا، بعد ما بالأمس يمكن شاهدنا برضو تأهل جديد لإنجلترا، فوز 2-1 على الدنمارك في الزمن بدل الضائع، فبالتالي هي طوال مشت للمباراة النهائية، حتلعب مع إيطاليا يوم الأحد الساعة 10 إن شاء الله، وبرضو في نهاية حيكون قوي جدا بالنسبة لكوبا أمريكا اللي هو حيجمع البرازيل والأرجنتين. البرازيل كانت تأهلت أمس، وبرضو الأرجنتين تأهلت صباح الأمس بعد فوزة بركلات الترجيح 3-2 على كولومبيا، ونعرف أن الزمن الرسمي انتهى بالتعادل هدف لكل فريق. السعودية فازت بكأس البطولة العربية لتحت سن 22 سنة بعد أداء مميز جدا برضو لفرقتها في المباراة النهائية. دي حصيلة اليوم يا صفية، نحييكم نحن مستشهد لغنى. حواصل معك وحاصلك بعض الأسئلة يا محمد كما عدت في نعم. جانب الفريق القومي للسيدات وعودة نعم. لاعبة للفريق نطمن على موقف الفريق. صحيح، يمكن منتخبنا الوطني للسيدات بيجري تدريبات مكثفة، عمل مرحلة أولى وعملوا راحة، بعد ذلك ثاني بدوا
استئناف تدريبات جديده، و يعني بقياده فاروق جبر وسلمى المجدي وخالد درويش والمجموعه بتاعتهم وهيلا وديل كلهم عاملين شغل كويس جدا. بعد ده بيبحثوا عن انه يعني يقووا بعض الجوانب عشان ما يستعدوا لمعسكر بمصر، وبعد ذاك بعد المعسكر ان شاء الله يعني ينفذوا استحقاق البطوله العربيه اللي هتكون في مصر نفسها شهر 8. بعدها في ثاني عندهم بطوله التحدي وعندهم تصفيات امم افريقيا، بدوا صحيح يعني يمكن استجلوا بعض اللاعبات من خارج السودان اللي بيشاركوا في بعض الانديه واستقبلوا واحده، وفي الطريق انه يعني يعملوا الكثير عشان ما يكونوا جاهزين لهذه المشاركات. وهذا يمكن اول منتخب للسيدات يبدا مشاركات خارجيه من جديد، نتمنى له التوفيق ان شاء الله يا صفيه. هنالك قضيه الملاعب، قبل يومين طلعنا خبر انه سيتم اقامه مباراه السودان خارجيا او مشاركاته الخارجيه في ملاعب في دول اخرى، والان ايضا طالعنا نفس الخبر لكن انه ملعبين فقط هم يمكن ان تقام عليهم مباريات. صحيح، يمكن دي قضيه تؤرق يمكن الرياضه وكره القدم السودانيه بشكل مزعج للدرجه البعيده، يعني عدم وجود امكانات وبنيات تحتيه عشان ما فخور الجديان يلعبوا فيها، وكمان يعني منتخباتنا كلها وكذلك انديتنا يعني دائما اللي بتشارك افريقيا، يعني الملاعب طبعا حاله يرثى له تماما، غير جاهزه تماما لهذه المشاركات، وظلت تحذيرات الفيفا مستمره لانه تكون ملاعبنا صالحه للمشاركات. طبعا عندهم شروط ودقيقه جدا عشان المباريات دي تستضيف، عشان الاستادات دي تستضيف المنتخبات والمباريات العالميه لازم تكون المواصفات دقيقه، ودي الان موجوده في استادين او جزء كبير منها موجود في استادين، يعني مش كمان كامل اللي هو استاد الهلال واستاد الأبيض. بعد ذاك الناس بتبحث عن انه يعني تكون كيف حاضره في المناسبات القادمه، ويعني اقتربت يمكن تصفيات كاس العالم. سؤال يا محمد، اذا حولت مبارياتنا او مشاركاتنا الخارجيه الى ملاعب في دول اخرى، نتائج هذا على الكره السودانيه او على نتائجنا في مشوارنا الخارجي؟ صحيح، يعني دي بتكون يعني حاجه غير جيده جدا للكره السودانيه. اصلا انت يعني انت حتشارك ولكن دي بتدوك فرصه انه انت يعني صحيح تلعب خارج ملعبك، يعني انت خارج ملعبك في دول اخرى، ودي برضو عندها تاثيرات سلبيه كثير جدا على الكره السودانيه وعلى الرياضه السودانيه على كره القدم تحديدا والمشاركات. فيبقى الاولى انه الناس يعني تشد حيلها زي ما بيقولوا وتكمل، والملاعب بطريقه ممتازه جدا عشان يكونوا يعني حاضرين تستضيف المباريات. نكمل بعض النواقص في بعض الملاعب جيده جدا، لكن الناس ماشيه في تطور ونحن ماشيين في تراجع، يعني في الاهتمام بالبنيات التحتيه والارضيات، يعني ما عندنا ملاعب تستقبل المباريات. وشوفي كانت ملاعبنا يعني بطريقة مميزة جدا زي ملعب المريخ كان استقبل فاصلة مصر واستقبل احتفالات الفيفا واستقبل يعني احتفالات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبطولة التشان، لكن بزي بعد فترة طوال تلقي انت الملاعب يعني تحتاج للكثير، فيبقى نحن ما محافظين عليها، ما محافظين على التطور وما ماشيين بنضيف يعني زي ما الناس بتضيف في الحاجات الكويسة بتضيف، لا نحن بنضيف ونرجع لورا، هذه تبقى مشكلة كبيرة جدا يا صفية. بالتأكيد بالتأكيد. نحن شاكرين لك كثير محمد فضل الله على هذا التقرير الفائض، شكرا كثير، ونواصل بـ NFM صباحا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.